السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده جبت لكم ريفيو عن مضرب البيت كنود وتجربتي معاه، وهقول لكم بيشتغل ازاي وكل حاجه عنه. قبل اي حاجه انزلوا تحت الفيديو اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي هنشوف المضرب بيشتغل ازاي ونشوف الكرتونه كده. هي الكرتونه بيبقى زي ما انتم شايفين كده عليها الضمان، والضمان بتاعه سنتين. وطبعا مش هعمل الحاجة غير لما اكون جربتها بنفسي. طبعا انا قبل ما اجيبه، السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة جبت لكم ريفيو كده عن مضرب كنود وتجربتي معاه. وقبل ما اجيب لكم الحاجة طبعا لازم اكون مجرباها بنفسي، فانزلوا تحت الفيديو وعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ونشوف بقى المضرب بيشتغل ازاي وطبيعته ازاي. دلوقتي المضرب ده انا قبل ما اجيبه بحثت عنه وعملت سيرش على النت وجوجل، وبرضه دورت وبحثت كويس، وكنت هجيب المضرب الصيني بس عرفت ان هو مش كويس، مش حلو، وممكن ما يضربش معايا البيض. فقلت بدل ما اخسر فلوسي على الفاضي، لا اجيب الحاجه النظيفه عشان تعيش معايا. ده كتالوج بيجي معاه وبيجي معاه الاربع قطع دولت. دولت قطعتين لضرب البيض، والقطعتين دولت للعجين طبعا. بس العجين ما ينفعش ان احنا نعجن في عجين اكتر من كوبايتين دقيق او نص كيلو دقيق، فلازم ايه نستخدمه بيض وخلاص. ولو دقيق هيبقى على قد حاجه بسيطه، كوبايتين دقيق نص كيلو بس كده. هو كويس وشديد وكل حاجه، بس ما ينفعش ان انا اكتر واستخدم دقيق كتير عشان ما يتحرقش برضه. فالقطعتين دولت من الاستانلس وحاجه نظيفه كده تقيله وحلوه، ودولت بتوع العجن زي ما قلت. المضرب بقى هو عباره عن 6 سرعات، هجربه لكم، احطه في الكهرباء دلوقتي عشان اجربه معاكم. دلوقتي حطيته في الكهرباء، اوريكم بقى دولت بيركبوا ازاي. دلوقتي هما لهم هنا كده حتتين طالعين كده، وفي برضو مجرى بلاستيك جوه كده، فلازم يتك معايا التكه دي، يبقى كده ايه متركب في مكانه صح كده. لازم عشان ايه ما يبقاش سايب يتك التكه دي. ودولت طبعا نفس الحكايه. فهنا عشان نشغل السرعات، على السرعه الاولى بالسرعه الاولى نشغل الاولى والثانيه لحد السته كده. جربوا معايا، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة تحفة كده وسرعته شديدة جدا. وهوريكم برضو هو بيضرب البيض على انهي سرعة. يعني انا ضربت البياض البيض، ضربته على اقل سرعة وعمل لي في اقل من 5 دقايق كان عمل المرنج. وحاجة كده ايه من الاخر هتجربوها بنفسكم. لو حابين تشتروا حاجة يعني كويسة وتكون عملية اشتروا كنود. ده الباور ده بيزود السرعة، وهنا عشان نخلع دولت ما ينفعش ان احنا نشدهم كده، لا بنخلعهم كده، بنتك على الزرار ده بتاع السرعات، نتك عليه لتحت بينطرهم كده زي ما انتم شايفين. ودولت نفس الحكاية، وزي ما قلت لكم التركيب بيبقى كده. هو 250 واط بس، يعني مش اكتر من كده اللي انا جايباه. وسرعته بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة، يعني 250 واط وحاجة حلوة يعني، و 220 فولت. فقلت لكم الباور بتاع ان احنا نزود السرعة، بس احنا مش هنحتاج السرعة الزيادة او دي. حتى ال6 سرعات انا شغلت في بياض البيض، ضربته على الاولى والتانية بس،
والتجربة خير دليل. وزي ما انتوا شايفين جربت لكم المضرب، والسلك بتاعه طويل فمش هيبقى عامل مشكلة معاكي. فهو مضرب بصراحة من الآخر حاجة تحفة كده. أظن السرعة دي كافية قوي انها تضرب البيض، وحلاوته بقى ان هو ما بيسخنش بسرعة. فأنصح كل واحدة عاوزة تشتري مضرب كهربائي، بفضل كنود حاجة حلوة، وما تشتريش الصيني، اشتري ده صناعة انجليزية بتقفيل صيني، يعني مش صيني، لا صناعة انجليزية بس هو متجمع في الصين، وطبعا معاه شهادة ضمان 2 سنين لمدة عامين، ولازم يكون معاكي فاتورة طبعا علشان الضمان يكون ساري. وده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.